كنحسوا بواحد الضغط بالنسبه ديال هذه الزياده الغير مباشر ديال الزياده في الغازوال. حنا كنا كسائقين مهنيين كنصادروا باش على الله وعسى هذا الغازوال يزيد ينقص ويزيد يفرحنا هذا الانسان اللي هو كيمشي الزمام ديال هذه البلاد، يعني اللي هو رئيس الحكومه. وحنايا كنتفاجئوا بهذه الزياده اللي هي اش غنقول لك، جاتنا بحال واحد الصدمه صراحه. حنا كسائقين مهنيين اللي كنمروا بزاف ديال المشاكل في هذه الارض السعيده اللي هي مدينه طنجه، اللي هي الواجهيه ديال بلاد المغرب. حنا كسائقين مهنيين هنا بمدينه طنجه اللي هي تبارك الله طنجه الكبرى اللي هي كنضربوا بها المثل، وحنايا السائق ديالها مساوي تابصله هنايا بهذ الزياده ديال الغازوال وبهذ، يعني الحمد لله حنايا كسائقين مهنيين السياق الواحد في هذه المدينه هذه اللي ما زادت التسعيره ديالو حتى شي حاجه، اللي باقي عنده الطريفه ديال 5 دراهم وباقي يعني حتى شي مشكل ديالو ما تحقق. ودابا حاليا كنتفاجئوا بهذه الزياده ديال الغازوال. بالنسبه ديال هذا الدعم اللي كانوا عاطين سابقا ديال هذا الغازوال، حنا كسائقين مهنيين ما استفدنا منه حتى شي حاجه، استفدوا منا الباترونه. حنا دابا واخا هضرنا على هذا على هذا الصدمه اللي جاتنا دابا في هذه الزياده ديال الغازوال، واخا هضرنا عليها كنتمناو هذا بروجي اللي كانوا عاملين ديال الدعم ديال الغازوال اللي كانوا عاملينها باش استافد منها الباترونه، نتمنى ما يتعاودش هذا المهزله وهذه المسرحيه اللي وقعت. نتمناو يكون شي تخطيط اللي هو لصالح الشيفور. حنا دابا راه ما عالم بينا غير الله سبحانه وتعالى، هادشي هذا راه بزاف علينا خوتي. حنا كنتسناو شي حاجه، هاد الصيفيه راه ما كاين والو، ايوا بلعاد البلوكاج بلعاد الغدايد وبلعاد الامراض هنايا. حنا راه كنقال اللي قال اخر، حنا هما اللي كنقايلو نطرجو مخشيين هنايا بلوكاج، ملي كنبداو مثلا في 3 الصباح الى تن 2 ديال النهار، واللي كيبدا من 2 حتى الصباح حتى 5 الصباح. انا كسائقه مهنيه زعما ما عجبنيش هاد الزياده اللي زادو، حنا كنا كنتسناو ينقصوا ماشي يزيدوا، وماشي في صالح السائق المهني حيتاش ازدحام، وبالعكس الكونسوماسيون كتزاد ماشي كتنقص. حنا كنطالبوا زعما على الله ينقصوا هاد الزياده، بالعكس ينقصوا لنا ماشي يزيدوا علينا 50 فرنك. السائق المهني راه كيعاني مسكين من التسعيره اللي ناقصه واللي منخفضه بزاف، عادي يزيدوا له المازوط، يعني هادشي راه ماشي في صالح السائق المهني حقيقه الله، يعني كيتعداو عليه بزاف. كنطالبوا من الحكومه تشوف شي حل لهادشي ونطالبوا الله. في الحقيقه تفاجئنا بهاد الزياده اللي صراحه يعني واحد الزياده اللي هي يعني متكرره، يعني هذه اسبوع تزادت 2 ديال الزيادات، يعني تفاجئنا في الحقيقه. بالنسبه لنا حنا كمهنيين ديال القطاع سياره الاجره يعني بمدينه طنجه، يعني كنضروا من هذه الزياده هذه، لان الزياده هي غير معقوله. كما كتعرفوا بان التبرير ديال الزياده هو يعني غير معقول جدا، لان كما كيقولوا بان الحرب الاوكرانيه هي اللي يعني السبب الرئيسي. هذا يعني كنعتبروا حنا يعني كلام واهي لا اساس له من الصحه، لان الاغلاط دارت يعني نحمل المسؤوليه للحكومه، لان هي اللي كتدبر يعني التدبير يعني ديال هذا القطاع بالاساس، يعني الوزاره الوصيه على هذا القطاع، يعني على هذا التحرير اللي كان يعني واحد الغلط كبير يعني ارتكبته الحكومه السابقه، اللي ارتكبت هذا الغلط هذا. كذلك يعني تواطؤ هذه الحكومه هذه الحاليه اللي يعني كتحمل المسؤوليه في هذه الزياده هذه. يعني كما كنعرفوا بان الحكومة خصها تحافظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية ديال المواطن البسيط، بالخصوص مهنيين سيارتنا. نحن يعني كمرصد وطني للنقل وحقوق السائق المهني نستنكر هذه الزيادة بشدة. كذلك يعني نطالب من السلطة الوصية أو الحكومة
بالاساس ان تدخل يعني باش يعني تحل هذا الاشكال يعني اللي يعني كما قلت يهدد السلم الاجتماعي ويهدد القدرة الشرائية للمواطن. احنا صراحة كسائقين مهنيين ضرينا بزيادة في الغازوال، رغم العلم كنا بان زيادة في الغازوال كان غازوال كان خافض كان 11.98 ورجع حاليا 12.12 ودابا حاليا في الدار في وجيز رجع 12.47، وهذا مشكل كنعانيو به كحنا كسائقين مهنيين، كيعيشوا مشاكل كثيره وبخصوصا في هذا الغازوال، يعني ارتفاع حنا كنا كنتمناو تناقص في الغازوال ورغم العلم زاد الغازوال، يعني مشكل عويص كنعيشوا فيه نحن كسائقين مهنيين في مدينه طنجه رغم الازدحام ورغم حركه المرور. وصراحه حنا كسائقين مهنيين ضرينا بزاف، كأن سائق مهني مدينة طنجة ضريت في زيادة الغازوال تقريبا 50 سنتيم تزادت، يعني كيف يعقل أنا كسائق مهني كنضرب 200 كيلومتر في اليوم كنخلص 167 درهم، كنت كنضرب نورمالمون 200 كيلومتر كنخلص فيها 150 درهم، دابا حاليا تزادت لي 91 درهم، وهذا مشكل كنعيشوا فيه نحن كسائقين مهنيين، ومشكل اللي ضرينا اكثر هو الدعم الغازوال ما خديناش.